السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم يا شباب. معانا النهاردة مع الفيديو الرابع من سلسلة Virtual Labs بعنوان IOU for Cisco Switches. هنتعلم النهاردة إزاي نعمل Emulation على الجين اس 3 لسويتشات سيسكو عن طريق الـ IOU. فنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، عشان تعمل Emulation لسويتشات سيسكو، فبالتالي مطالب منك إنك تنزل IOU VMware وتحطه على الفيم وير. فدلوقتي عندي فين الاي او يو؟ هنا الاي او يو اهو، تمام. الاي او يو ده انت مش ه... انت خلي بالك ان انت لما تيجي تنزل الاي او يو على الفيم وير فهو متسطب جاهز، يعني انت فقط هتدوس كليكتين عليه وهتدي له مثلا اسم، مثلا ايه، اي او يو سيرفر، تمام، وهنحدد المكان بتاعه على الـ VMware IOU server. IOU server اهو، وهنعمل له import. ونستنى شوية لحد ما يخلص عملية الامبورت. وادي الـ IOU نزل اهو. بنروح على Edit Virtual Machine Settings، Network Adapter. ملحوظة بقى، يعني نعمل هنا كلوز بس اقول ملحوظة. فاكرين لما قلت لكم في اول فيديو او تاني فيديو الـ VMware، قلت لك وانت بتعمل في الكروت الشبكة عندك في الـ Virtual Network Editors، قلت لك اعمل كارت، خلي الدي تش سي بي بتاعه انيبلد، فما هتعمله هوست اونلي وتخلي الدي تش سي بي بتاعه انيبلد، تمام، لو في ام 2. هو الكارت ده بقى هو ده اللي انا هديه للاي او يو، تمام. فانا هفتح نتورك ادابتر هنا، جيب كاستم في ام 2 لان ده اللي انا مشغل عليه الدي تش سي بي، دوس اوكي وبندوس باور. الباسورد روت، اللوجن روت، والباسورد سيسكو. دوس اف كونفج. هو واخد اي بي 192.168.37.130. طيب هناخد الاي بي ده وهنروح على البراوزر. HTTP double colon forward slash 132.168.137.130 double colon 8000 upload. ها دلوقتي فتح لك صفحة الـ IOU. هنعمل ايه على الصفحة دي؟ دلوقتي احنا هنرفع حاجتين. تعال نشوف ايه هي اول حاجة. هتجيب الفايل تايب وتاكد ان هو على الاي او يو، هتجيب براوز، تمام. هنرفع الايمج بتاعت السويتش على الاي او يو دلوقتي. نروح على التولز فيرتشوال لابس تولز اي او يو فين اهو ده الايمج بتاعت السويتش وندوس ابلود. كويس جدا. بعدين هتغير الفايل تايب، هتخليه الاي او يو لايسنس، ونجيب براوز ونعلم على الاي او يو ار سي. ملحوظه، تفتح الملف ده اوبن. الملف ده لو انت نزلته هيكون من غير العلامه دي، ضيفها، تمام. لو انت ما ضفتهاش مش هيسطب معاك، يعني هيبقى عندك مشكله في تشغيل السويتش، فانت هتضيف الايه العلامه دي، تمام. وهندوس ابلود بس كده. كده الموضوع انتهى. نروح على جينيسيس 3. هنروح على ايديت، هنروح على بريفرنس، هنروح على الاي او اس اونيونكس. لا، الاول هنروح على سيرفر.
وهنغير الهوست بايندنج، هنخليه على السبنت اللي فيها الاي او يو اللي هي 192.168.37. وفي الريموت سيرفرز هنحط الاي بي بتاع الاي او يو اللي هو 192.168.37.130.130، وهندوس اد. اوكي طيب، بعدين هنروح على الاي او اس اون يونكس، الباس تو اي او يو ار سي، هترفع اللايسنس بتاعك، ملف الاي او يو ار سي اللي هو ده. وبعدين هنروح على الاي او يو ديفايسز، هنروح نيو. طبعا انت بعد ما تعمل العمليه هنا في السيرفر تغير الهوست بايندنج وتدوس الريموت سيرفر، تدوس ابلاي. بس طبعا هي بيقول لي ان انت لازم تقفل الاجهزه دي. طيب هنقفل الراوتر، بعدين نرجع تاني هنعمل نفس القصه تاني. 37.1 سيرفر، انا خليه 37 دوت 130، هندوس اد وبعدين ندوس ابلاي. لا انت كده لازم نقفل البروجكت. طيب تمام كده، بيقول لك ان هو بيعمل كونكت على الاي او سيرفر. وهنروح على الاي او اس يونكس، انا رفعت دلوقتي الاي او ار سي، هنروح على الاي او ديفايس، جيب نيو، دوس نيكست. هتدي اسم للسويتش، هنخليه مثلا اسم سويتش. وهنا هنحط ايه؟ بص بقى، شايف الصفحه دي؟ ده المسار اللي انا رفعت بيه ملف السويتش او الايمج بتاعت السويتش على الاي او. هتاخده كوبي وتحطه هنا، حطه هنا بيست، وبعدين ندوس فينش كده، ابلاي، بعد كده اوكي، ومبروك الاي او يو كده اتسطب عندك. روح على السويتش هنا اهو، دوس كليك يمين ستارت. وندوس كليكتين او كليك يمين كونسول، مش فارقة. وادي يا سيدي الاي او يو شغال او زي الفل. تمام تمام جدا. دلوقتي مثلا ادي سويتش الاي او في ملحوظه، تعالى مثلا انا عايز اجيب راوتر. اوكي وعايز اوصل الراوتر ده على الانترنت، وده والاي او ده السويتش اللي احنا هنخليه شغال في اللان بتاعت الراوتر، مثلا خلال الانترنت نوصل الراوتر طبعا انا قبل ما اوصل الراوتر لازم ادوس كونكت يمين كونفيجر، احدد كارت الشبكه، هنخلي ايثرنت 2 اللي هو كارت اللوب باك اللي معمول له شيرنج على الواي فاي. ابلاي اوكي 2، وهنوصل الاي او يو بالراوتر. ودلوقتي انا عايز اوصل الجهاز اللي هو الويندوز ده، عايز اوصله، هو طبعا في ام نت 4، فبالتالي انا هوصل الجهاز ده على في ام نت 4 اهو على الاي او يو، ومش هيوصل. ليه مش هتوصل؟ ليه؟ لان الاي او يو هنا مش هتعرف انت توصل طبعا الانترفيس مباشره على يعني الانترفيس او النتورك ادابتر في الاي او يو، مش هتعرف توصلها مباشره على الكارت، اي كارت شبكه وهمي على الفي ام وير. فبالتالي الحل عندي ان انا اجيب ايثرنت سويتش، تمام، وهوصل الايثرنت سويتش ده للاي او يو، وهوصل من ايثرنت سويتش ده للهوست بيمتور اهو، وبالتالي الدنيا هتشتغل عندك زي الفل. تمام كده، نروح تاني الراوتر.
بالتالي احنا نرتب كده ايه الدنيا بتاعتنا. احنا خدنا في اول فيديو ازاي تسطب الفي ام وير، ازاي تسطب كروت الشبكه على الفيرتشوال نتورك اديتور. تاني فيديو خدنا الجي ان اس سي، ازاي تسطب الجي ان اس 3، وازاي تسطب الراوتر جي ان اس 3 اللوب باك، ازاي توصل الراوتر على اللوب باك وتطلع منه على الانترنت. قصه الشيرنج، انك تعمل شيرنج من الوايرلس ادابتر لكارت اللوب باك، وقصة انك لو عندك جهاز داخلي عايز تطلعه على الانترنت عن طريق الراوتر المتصل باللوب باك، انك هتحتاج تعمل نات. دي احنا كده. وفي الفيديو ده احنا خدنا السيت اب بتاع الاي او يو. يعتبر انا كده خلصت. اشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.